عندك مشوار ومستعجل وطلبت تاكسي من اي ابلكيشن توصيل، هيبقى حظك من السما لو ركبت مع عم جمال، عشان عم جمال مش بس هيوصلك مشوارك، ده هيديك طاقة إيجابية تديك سعادة وتفاؤل لبقية يومك. عم جمال منورنا في أهالينا، عرفنا بنفسك. جمال أبو هاشم، سولتي خطاته رسام، أأمل إن أنا أسعد الناس من خلال الخط العربي فقط لا غير. خلينا نرجع بالزمن شوية حلوين كده، حضرتك باباك كان خطاط. تمام. احكي لي بقى عن بداية مهنة الخطاط في عيلتكم، ابتدت مع مين وإزاي؟ الجد بسيوني أيام ملك فاروق وملك فؤاد، لازالت اللوحات موجودة في قصر عابدين بتحمل توقيعه، ملك فؤاد، ملك فاروق، الصور الزيتية اللي موجودة داخل قصر عابدين دي بتحمل توقيع جدي. تمام. جدي بدوره هو اللي علم والدي وعلم عمي، فإحنا الجيل الأخير اللي أبونا وعمامنا علمونا الخط العربي، بالإضافة طبعاً لدراسة الخط العربي عشان نبقى متمكنين أكتر يعني. كويس. فنعمة من ربنا الحمد لله. حضرتك ابتديت أول مرة تنزل الشغل مع باباك كخطاط، كان عندك كم سنة؟ تقريباً أولى ابتدائي، 7 سنين 8 سنين، لأن إحنا بنروح شايلين شنطة العدة فيها الفرش والبوية، نروح هيعمل يوفط، زمان كان يوفط بتاع انتخابات على لوحات القماش والكلام ده كله، كنا بنساعده كده. بالتدريج وصلنا لمرحلة أول يوم نزلت أو أول فترة نزلت وأنت في أولى ابتدائي، إيه أول حاجة باباك علمها لك؟ إن أنا أخد بالي من كل حرف هو بيكتبه، وفي بعض الأحيان كان بيسيب لنا حرف إحنا نكتبه وإحنا صغيرين، ونبقى واقفين وإحنا بنكتب حرف كده. إحنا دي اللي هو مين؟ حضرتك ومين؟ أنا وأخويا وولاد عمي والشغل، العيلة كلها عندنا دي شغلتنا. تمام. وكان بيسيب لكم حروف تبدأوا تمشوا إيديكوا كده فيها. برافو عليك. تمام. بالظبط. أول مرة وثق فيك وسابك تكتب لوحة كان عندك كام سنة؟ تقريبا حوالي 18 سنة يعني. كان اللوح جايالي أنا، بما إني أبويا هو أبو هاشم الله يرحمه. الله يرحمه. فأنا ما كنتش متمكن للدرجة يعني، فاللوحة جايالي أنا كجمال الخطاط اللي هو ابن أبو هاشم. فعرضت عليه إن هو يكتب اللوحات وأنا أساعده كالعادة، فقال لي لأ أنت اللي تكتب بإيدك وريني. فبفضل الله كان الدنيا أكيد طبعًا. فاكر أول لوحة؟ صعب. مش قوي. يعني تقريبًا كانت لوحة برضو تخص انتخابات، أو أعتقد انتخابات بتاعت مجالس محلية أو حاجة يعني. طب أكيد فاكر كانت بكام اللوحة وقتها؟ تمام. كان بكام بقى؟ كان المتر بيكتب في حينها اللوحة الخمسة متر قماش اللي هي البافتة، خمسة متر في عرض 90 سنتي، كان المتر بيكتب بجنيه، يعني كانت اللوحة بتقف بخمس جنيهات مصرية فقط. فقط.